بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم طلاب مادة نظرية الرسوم ومحاضرة جديدة في المادة. عنوان محاضرتنا اليوم Coloring Graphs، تلوين الرسوم، وحقيقة راح نتعامل تحديدا مع الـ Vertex Colorings، تلوين رؤوس الجرافس، لأنه في عنا أيضا أنواع أخرى من الكالرينجز. على سبيل المثال هناك أيضا إيدج كالرينجز، تلوين الحواف، ماب كالرينجز إلى آخره. إحنا راح نتعامل مع الفيرتكس كالرينجز في هذه المحاضرة، وراح أبدأ بتقديم التعريف. Let G be a graph without loops. إذن الجراف اللي راح نتعامل معها خلال هذا السكشن أو خلال هذا الشابتر هي graphs without loops، كهذه الجراف. الآن الـ k coloring، الـ k هون هي عبارة عن positive integer، عدد موجب، صحيح. ماذا نعني بالـ k coloring of g؟ هو عبارة عن an assignment of k colors، إن نعطي الجراف، رؤوس الجراف K colors to the vertices of G، لرؤوس G، in such a way that adjacent vertices are assigned different colors. ماذا نعني بال K coloring لل G؟ بحكي لي إذا عندي جراف G without loops وبدأت ألون برؤوس G، ألون الرأس A مثلاً بلون ما، أحمر على سبيل المثال، الرأس E أسود، أزرق، أخضر، إلى آخره. الآن المقصود في الـ K coloring of G إنك أنت تعطي رؤوس هذه الجراف ألوان، بشرط، هون الشرط الأساس حتى نحكي K coloring، بشرط إنه الرؤوس التي تكون adjacent، يعني يربط بينها حافة، مثل الرأس A و E، مثل الرأس A و B، B و C، ما لها هاي الرؤوس اللي بتكون adjacent لازم تاخذ ألوان مختلفة. بمعنى إذا جيت أنا حاب ألون رؤوس هاي الجراف وأعطيت A، مثلا لونت A باللون الأحمر، لازم E ما يكون أحمر لأنه adjacent to A، ولا D ولا C ولا B. على سبيل المثال B أعطيته لون أزرق، يجب أن تكون C بلون آخر غير الأزرق، كذلك الأمر بالنسبة لـ E، كذلك بالنسبة لـ A. الآن لو أعطيت B أزرق و D أزرق، يعني نفس اللون، هون ما في مشكلة. السبب إنه B و D ليسا adjacent، مش متقاربات من خلالها. إذا إحنا في تلوين رؤوس الجراف يجب أن يكون كل رأسين adjacent، مرتبطات بلون مختلف. اللون اللي نعطيه للرأس A يجب أن يختلف عن أي لون بنعطيه لرأس adjacent. الآن طبعاً هاي الجراف أنا ممكن أستخدم فيها أي عدد بدي إياه من الألوان، يعني هي فيها مثلاً خمس رؤوس، أستطيع أني ألونها بخمس ألوان مختلفة، ممكن ألونها أستخدم ست سبع ألوان مختلفة كمان لتلوينها، ممكن أجي على مئة لون ممكن مختلف وأبدأ ألونها، ما في أي مشكلة. مادام بعطي ألوان مختلفة أنا بإمكاني أستخدم أي ألوان بدي إياها. الآن لكن السؤال، هل تستطيع تلوينها؟ هي خمس رؤوس، هل نستطيع تلوينها بأربع ألوان؟ بحيث يتحقق هذا الشرط انه الـ adjacent vertices يكون لهم different colors، هل ممكن ألونها فقط باستخدام ثلاث ألوان؟ هل ممكن بلونين؟ هذا هو السؤال اللي راح نطرحه. طبعا احنا بنسمي الـ graph G اللي بيكون لها K coloring بنسميها K colorable، يعني إذا الـ G لها مثلا 3 coloring ممكن ألون رؤوسها باستخدام ثلاث ألوان، بحيث يكونوا الأدجيسنت ألوانهم مختلفة، بنحكي عنها 3 color. ممكن نفس الجراف
استخدم لها 3 الوان، ممكن استخدم لها 4 الوان، 5 الوان، وهكذا. فعلى سبيل المثال طلعوا على هاي الجراف جي، ونبدا الان نشوف، نبدا من هون نلاحظ المؤشر. انا في هاي نفس الجراف جي جيت لونتها باستخدام 5 الوان مختلفه. لاحظوا هذا اللون جراي سكني، خلينا نحكي هذا لون اسود، هذا اصفر، هذا ازرق، هذا ممكن نحكي عنه نهدي او زهري، اذا يعني ممكن يعني نهدي او زهري. لاحظوا انه هاي الالوان الخمسه مختلفه، وبالتالي انا بالتاكيد اي راسين ادجيسن لونتهم باستخدام لونين مختلفين. طبعا احنا لاحقا ممكن نصير نسمي الالوان باعداد، لانه مش دائما متاح لنا نستخدم التلوين. فمثلا هذا اللون هو رقم 1، هذا اللون 2، هذا 3، هذا 4، هذا اللون رقم 5. فأنا هون استخدمت 5 ألوان مختلفة، فأنا فعليا أعطيت 5 كالورينج للجراف جي. إذا هذا أنا يعني بما إني استخدمت 5 ألوان لتلوين رؤوس جي، فهذا يسمى 5 كالورينج جراف جي. هل أستطيع اني الون باستخدام 4 colors؟ لاحظوا معي نفس الرسمه، لو جيت 3 استخدمت اللون 3 مرتين، لاحظوا اللي هو الاصفر، لونت هذا الراس اصفر وهذا الراس كمان لونته اصفر. بما انهم نط ادجيسن ما في مشكله، اذا هذا color انجليزي. لاحظوا انا كم color استخدمت هون، 1 2 والاصفر 3 والازرق 4. اذا انا قدرت كمان لنفس الجراف اعمل 4 كلرنج ليجي. هل استطيع من اني الونها باستخدام 3 كلرز؟ حقيقه ايضا نعم. لاحظ هذا اعطيته لون اسود، هذول اللي ادجيسنت له الوان مختلفه، هذا ازرق، هذا نهدي. لاحظ استطعت اني كمان اعطي هذا لون نهدي، لانه نوت ادجيسنت، يعني هذول الرؤوس نط ادجيسنت، فممكن تعطيهم نفس اللون. وهذا اللي اعطيته ازرق ايضا اعطيت هذا ازرق زيه، لانهم نط ادجيسنت. فانا فعليا استطعت اني الون رسمتي باستخدام 3 ألوان فقط، دون ان يكون هناك راسين ادجيسنت والهم نفس اللون. طبعا هاي هي ذا بيست، هاي هي افضل رسمه احنا بنبحث عنها، لانه فعليا دائما نبحث عن اقل عدد من الألوان ممكن استخدامه في تلوين رؤوس الرسم. وهذا العدد اللي بيكون أقل عدد، اللي هو لاحظوا معي the smallest number k for which g is k colorable، هذا بسموه chromatic number of g، وراح نرمز له بالرمز chi of g. فلاحظوا هون أنا استطعت إني ألون باستخدام 3 ألوان فقط. ممكن واحد يسألني هل بإمكاني أستخدم لونين؟ أستخدم لونين فقط في تلوين رؤوس هاي الرسمة؟ حقيقة لا، لأنه على سبيل المثال إذا هذا أعطيته أسود، هذا لن أستطيع إعطائه يعني، وهذا أعطيته أزرق. الآن هذا اللون بما أنه في عندي أنا مثلث، لاحظوا معي إذا هذا أسود وهذا ازرق، لانه لازم يكون مختلف عنه كونه ادجيسنت. هذا الان لازم يكون مختلف عنهم الاثنين، لازم يكون مختلف عن الاسود ومختلف عن الازرق، فبالتالي بدي اضطر استخدم لون ثالث. اذا فعليا انا في هاي الجراف لا استطيع استخدام لونين فقط، يجب ان استخدم على الاقل 3 ألوان. فشو بيكون الكروماتيك نمبر لهذه الجراف؟ اقل عدد من الالوان ممكن استخدم، الجواب هو 3. ف chi of this graph G is equal to 3. تمام. طبعا لاحظوا انا بامكاني استخدم 3 coloring او 4 coloring 5 coloring، ممكن استخدم 6 coloring، لانه انت الان زياده عن عدد الرؤوس بامكانك تستخدم اي عدد من الالوان بدك اياها. اهم شيء عندي اني عرفت اقل عدد من الالوان ممكن استخدامه وهو 3. ننتقل إلى شريحة أخرى.
بعيد في هذا الاكزامبل وباكد على كيفيه ايجاد الكروماتيك نمبر 5 جي لهاي الجراف اللي كانت معنا في الشريحه السابقه. طبعا احنا توصلنا انه هذا العدد 3. بعيد مره ثانيه كيف بدي اكتب واحل هذا السؤال. لاحظوا بكتب ما يلي انه الجي انا زي ما شفته في الشريحه السابقه قدرت استخدم لها ثلاث الوان فقط، فهي 3 colorable. وبما انه كايل جي هو اقل عدد من الكالرز ممكن استخدامه، اذا اول شيء بس يعني بستنتج انه كايل جي اقل او يساوي 3، كوني قدرت الونها بثلاث الوان مختلفه. الان نرجع نحكي بما انه كمان جي تحوي تراينجل اللي هو اي بي اي، وهذا التراينجل هذا بنسميه كومبليت سب جراف، هذا يعتبر كومبليت سب جراف كي 3، يعني كانها هاي الجراف تحتوي كسب جراف منها كي 3 الكومبليت سب جراف. هاي الكومبليت سب جراف يجب ان تكون جميع رؤوسها بالوان مختلفه، لانها كل الرؤوس ترتبط مع كل الرؤوس الاخرى، وبالتالي يجب ان يكون ايضا كايل جي اكبر او يساوي 3. فصار عندي كايل جي اقل او يساوي 3، هاي العباره الاولى، كايل جي اكبر او يساوي 3 العباره الثانيه، ومنها بنستنتج انه كايل جي is exactly equal to 3. لاحظوا احنا في عندنا دائما لكايوب جي lower bound يعني حد سفلي و upper bound حد علوي. هلا حتى نوجد اللور باوند لاحظوا يعني هنا هون مثلا اللور باوند كان 3 لانه اكبر او يساوي 3. دائما لايجاد اللور باوند لكايوب جي لاي جراف جي وي لوك فور ذا لارجست كومبليت سب جراف، بنبحث عن اكبر كومبليت سب جراف. هون اكبر كومبليت سب جراف كانت كي 3 اللي هي مثلث، لانه ما عندي مثلا مربع مع اقطار، كي 4 هي مربع مع اقطار لكن في مثلث، فانا ببحث عن ذا لارجست كومبليت سب جراف، واذا وجدتها ولتكن كي ام عندها بستنتج انه دائما كايل جي هذا الكروماتيك نمبر اكبر او يساوي تلك الام. اذا هكذا نجد اللور باوند لكايل جي. هذا مهم ان نشوف مين اكبر كومبليت سب جراف داخل الجراف. اما ايجاد الابر باوند فهو يعني يحتاج الى حقيقه نظريات، وراح نبدا باستعراض النظريه الاولى اللي ممكن من خلالها اني اوجد حد علوي ابر باوند لكايوتي. شوفوا هاي النظريه ماذا تنص. نظريه تصلح لاي سمبل جراف. If G is a simple graph يعني ما في loops ما في multiple edges whose maximum vertex degree is D. طلعت على هاي الجراف وجدت انه اكبر degree لاي vertex فيها هو هذا العدد D. النظريه بتحكي لي انه بضمن في هذه الحاله انه الكروماتيك نمبر كايوب G يكون اقل او يساوي D زائد 1. واضحه النظريه؟ هاي تصلح لأي سمبل جراف، أعطتني أبر باوند دي زائد 1، الدي هو أكبر ديجري لأي لرأس من رؤوس هاي الجراف. تعالوا نطبق هذه النظرية على هاي الجراف، بدي أوجد الأبر باوند لكاي أوف ذيس جراف. طلعوا هاي الجراف هل تحقق شروط النظرية؟ هل هي سيمبل؟ نعم، لا فيها لوبس ولا فيها مالتيبل ايدجز. الآن ابحث عن أكبر ديجري للرؤوس، يعني هاي الرأس مثلا الديجري له 3، هذا 4، هذا 4، أكبر ديجري راح تلاحظوا يعني كذا رأس الديجري له 4، لكن ما في رأس الديجري له 5 أو أكثر. الآن حسب هذه النظرية بما إنه الماكسيمم فيرتكس ديجري هو 4 راح يكون عندي الكروماتيك نمبر كاي جي اقل او يساوي دي بلس 1 يعني 4 زائد 1
ويساوي 5. الآن هلا ممكن يكون هو أقل أو يساوي 4، ممكن أقل أو يساوي 3، يعني ممكن نحسن من هذه النظرية زي ما راح نشوف في النظرية اللاحقة، لكن على الأقل ما استنتجته من خلال هذه النظرية إنه لهاي الجراف الكروماتيك نمبر هو أقل أو يساوي 5. تعالوا نشوف في الشريحة اللاحقة كيف ممكن إحنا نبحث عن أبر باوند أقل من 5. نيجي على نظرية بروكس ثيرم. هذه النظرية لاحظوا نص هذه النظرية let G be a connected simple graph whose maximum vertex degree is D. إذا بداية نفس شروط النظرية السابقة لكن مضاف إلها connected هي simple، طبعا برضو بالنظرية السابقة كانت الجراف simple، والماكسيمم فيرتكس ديجري اس دي نفس الشيء في النظريه السابقه. الان هون وضع شروط اضافيه بحكي لي اذا كانت الجي از نيذر اي سايكل جراف، ليست سايكل جراف، احنا بنعرف السايكل جراف بتكون اما على شكل مثلث رباعي خماسي سداسي سباعي، يعني اذا كانت الجراف ليست كتلك الاشكال لا هي رباعي ولا خماسي ولا مثلث ولا سداسي إلى آخره، with an odd number of vertices، يعني حتى يعني مش مشكلة تكون رباعي بس ما تكون cycle with an odd number of vertices، يعني ما تكون على شكل ثلاثي خماسي سباعي تساعي وهكذا. أيضا إذا كانت الجي ليست complete graph برضو بدي إياها ما تكون complete، ما بدي إياها تكون K3 ولا K4 ولا K5، يعني هاي النظريه ما بتزبط على K3 وK4 وK5 الى اخره، ولا بتزبط على السايكل جرافز اللي بيكون عدد رؤوسها odd. اي جراف اخرى سمبل لا هي سايكل ولا هي كومبليت تنطبق عليها بروكس ثيرم. ماذا تنص بروكس ثيرم؟ بحكي لي انه الكروماتيك نمبر كاي اوف جي بيكون اقل او يساوي دي نفسها اللي هي الماكسيمم فيرتكس ديجري. طبعا هي افضل من النظريه السابقه، النظريه السابقه كانت تحكي لي كاي اوف جي اقل او يساوي دي بلس 1، لكن هون حسنت شوي لما اذا ضمننا انه هاي الجراف ليست سايكل وذ اود نمبر اوف فيرتيسز ولا هي كومبليت بقدر اضمن انه كاي اوف جي تكون اقل او يساوي دي اللي هي الماكسيمم فيرتكس ديجري. فلو رجعنا الان لنفس الجراف السابق اللي اخذناها في الشريحه السابقه وبدنا نحسب لها كاي اوف جي، طبعا احنا في الشريحه السابقه استطعنا نثبت انه كاي اوف جي اقل او يساوي 5 تمام. الان بما انها هاي الجراف جي ايضا تحقق شروط بروكس ثيرم، ليش؟ لانها كونكتد وسمبل، طبعا الماكسيمم فيرتكس ديجري اتفقنا هي 4، وهاي لا هي سايكل ولا هي كومبليت، اذا انا فعليا بقدر استنتج انه كاي اوف جي اقل او يساوي 4. هذا الاستنتاج هو افضل من استنتاجنا السابق انها كاي اوف جي اقل او يساوي 5، يعني انا قدرت انزل في الابر باوند لهذا العدد. الان هذا الابر باوند هل بقدر اوجد لور باوند لـ كاي اوف جي؟ نعم، إذا اطلعنا على هاي الجراف راح تلاحظوا، لاحظوا اللي بالداخل هيني بالمؤشر بعمل عليه، هاي هي حقيقة K4، هذا اللي أمامي الرؤوس الأربعة مع الرأس اللي في المنتصف مع هذه الحواف، هذا يمثل K4. بما إنه هاي الجراف تحوي K4 اتفقنا حسب الشريحة السابقة إنه أنا دائما عندي الكاي اوف جي لازم يكون اكبر او يساوي 4، لانه هاي الرؤوس الاربعه يجب ان تتلون باربع الوان مختلفه، فصار عندي كاي اوف جي اقل او يساوي 4 وهي اكبر ايضا او يساوي 4، اذا استطعت اني اثبت انه هذا الكروماتيك نمبر يساوي 4 تمام. هناك ايضا نظريه اخرى بتسا...
تساعدني على إيجاد الـ upper bound لـ chi of g تحت شروط معينة. جميعنا درس في المحاضرات السابقة والمحاضرة السابقة تحديدا البلينر جراف، الجرافس اللي ممكن رسم جميع حوافها دون تقاطع، دون أن تتقاطع معا هندسيا. الآن هاي نظرية وهي حديثة سنة 1976 لأبل أند هاكن، أثبتوا إنه every simple planar graph هي four colorable. طبعا لما نحكي four colorable يعني إنه الكروماتيك نمبر إلها أقل أو يساوي 4. فأي simple planar graph كاي اوف جي إلها أقل أو يساوي 4. على سبيل المثال هاي الجراف اللي سبق التعامل معها في محاضرة سابقة، هاي بلينر وسيمبل، فبالتأكيد حسب هذه النظرية كاي اوف جي أقل أو يساوي 4. ننتقل إلى شريحة أخرى. سنتناول الآن في هذه الشريحة two exercises. نبدأ بالإكسرسايز number 1. Find the chromatic number of each graph. هي معطيني 3 graphs. بدي أحاول أنا وياك الآن نوجد الكروماتيك نمبر لكل واحد. نبدأ بالجراف الأولى. طبعا أنا عشان أوجد كاي اوف جي طبعا لازم بداية أحاول أحدد اللور باوند لكاي اوف جي والأبر باوند لكاي اوف جي. طبعا تحديد اللور باوند حكينا من خلال إيجاد أكبر كومبليت سبي جراف داخل هاي الجراف. الآن بنبحث هل هناك على سبيل، هي طبعا تحوي 6 رؤوس، هل هي عبارة عن K6؟ لا، هي ليست K6، ليست كومبليت، لأنه على سبيل المثال I2 vertices are not joined. هل تحوي K5؟ هل هناك خماسي مع أقطار؟ أيضا لا. هل هناك رباعي؟ لا، في رباعي لكن ما في مع الرباعي أقطار، إذا أيضا K4 ليست موجودة. K3 الآن أيضا لا يوجد K3، هاي لا تحوي مثلثا. قد يعتقد البعض إنه هذا مثلث اللي أنا بأشر عليه، هذا ليس مثلث لأن هذا ليس رأس، المثلث بيكون سايكل بين 3 رؤوس. إذا حقيقة أكبر كومبليت سب جراف داخل هاي الجراف هو عبارة عن K2، وبناء عليه بستنتج انه كاي اوف جي بالنسبه لهاي الجراف هو اكبر او يساوي 2. ما استطعت اني اوجد لا 3 ولا 4، اذا استنتجت انه الكروماتيك نمبر هو اكبر او يساوي 2. الان من خلال النظريه اللي اخذناها في الشرائح السابقه، ابحث عن أكبر ديجري داخل هاي الجراف، راح تلاحظ إنه أكبر ديجري هو 3. وإحنا اتفقنا بما إنها هاي الجراف ليست كومبليت وليست سايكل، إذا أيضا كلور كأبر باوند بقدر أستنتج إنه كاي اوف جي هي أقل أو يساوي اللي هو الماكسيمم فيرتكس ديجري اللي هو 3. فأنا الآن بين قيمتين، إما أن يكون كاي اوف جي 2 أو أن يكون 3. لو كان عندي أكبر أو يساوي عدد وأقل أو يساوي نفس العدد بنستنتج إنه كاي جي هو ذلك العدد، لكن في هيك حالة بنحاول نشوف الآن وفق المعطيات اللي عندنا، هل أستطيع تلوين هذه الرسمة باستخدام لونين فقط؟ طبعا احنا دائما نبحث عن اقل عدد من الالوان، هذا هو الكاي اوف جي. فخلينا نجرب نشوف هل نستطيع تلوينها باستخدام لونين. الان لو استخدمت انا الالوان التالي، هذا اللون الراس الاول لونه واحد، طبعا هذا لازم يختلف عنه وراح يكون 2، هذا لا باس انه يكون 1 لانه غير مرتبط بالراس اللي لونته في البدايه، هذا سميه 2 نفسه، اعطيه اللون 2، هذا اعطيه اللون 1، هذا أعطيه اللون 2. شو بنلاحظ؟
انه انا باستخدام لونين فقط، لاحظوا باستخدام لونين فقط، اللون واحد واللون اثنين، استطعت اني الون رؤوس هذه الجراف دون ان يكون هناك راسين adjacent بيحملوا نفس اللون. اذا الجراف اللي بين ايدينا قدرت الاقي لها تو كلرنج، وبناء عليه بستنتج انه كاي اوف جي تساوي تماما اثنين. اذا هاي الكروماتيك نمبر للجراف الاولى. نشوف الجراف الثانيه. لاحظوا الجراف الثانيه تتكون من خمس رؤوس، اكبر ديجري لاي راس فيها هو اربعه، هذا هو الماكسيمم فيرتكس ديجري. ف بدنا نشوف الان شو اكبر كومبليت سب جراف داخلها. لاحظوا معي هاي الجراف تحوي، طبعا لا تحوي K5 لانه ينقص هذه الحافه، لا يوجد حافه بين هذين الراسين، وبالتالي هو ليس K5. الان هل يحوي K4؟ تعالوا نتبع معا حسب المؤشر. هذا الان الشكل مع هذه الاقطار هو عباره عن K4. لاحظوا معي هيك، هذا اللي انا برسمه هو حقيقه عباره عن K4. اذا بنستنتج انه كايل جي لهاي الجراف هو اكبر او يساوي 4، لانه بيحوي كسب جراف K4. الان بما انه الفيرتكس ديجري اكبر فيرتكس ديجري هو 4 ايضا، معناته كايل جي هو اقل او يساوي حسب النظريه ايضا 4. ليش 4؟ لانه هاي الجراف حقيقه هي ليست سايكل وليست كومبليت، وطبعا بما انه نفس العدد اذا الاستنتاج النهائي انه الكاي للجي هي نفسها تساوي 4، وبالتالي اوجد كروماتيك نمبر لهذه الجراف. يتبقى عندنا الجراف الاخير، حقيقه هاي جراف مشهوره لها اسم، هاي الجراف بيسموها كروتزيتش جراف. كروتزيتش جراف تتكون من 11 راس، والمميز في هاي الجراف اللي بتتكون من 11 راس انها لا تحوي اي مثلث. يعني هاي مع انها من 11 راس وهذا العدد الكبير من الحواف، لكن حقيقه اكبر كومبليت سب جراف داخلها هو K2. تمام. الان انا بالنسبه لهاي الجراف كلور باوند بقدر احكي انه كايل جي بالتاكيد كونه ما فيها مثلثات، واكيد ما فيها ايضا K4 او K5، فهي على الاقل اكبر او يساوي 2. الان كحد سفلي ما بقدر اني اوجد، يعني ما في قاعدة تمكنني من إيجاد الأبر باوند لها. الآن يعني لو بدنا نتحدث عن الماكسيمم فيرتكس ديجري هي أقل أو يساوي 5، لأنه في عندي أنا هون هذا الرأس الديجري له 5، فأنا ممكن أحكي كمان إنه كايل جي حسب النظرية هي أقل أو يساوي 5، لكن ظل في عندي هامش بين الاثنين والخمسة، باحتمالية انها تكون اثنين، باحتمال ثلاث، باحتمال اربعة، وفي احتمال خمسة. حقيقة انا ببدأ ابحث عن اقل شيء، هل استطيع تلوين هذه الرسمة باستخدام لونين؟ الحقيقة لا، حاول راح توجد انه صعب او مستحيل انك تلونها باستخدام لونين، ايضا باستخدام ثلاث غير قادرين نستخدم فقط ثلاث ألوان. في حقيقة الأمر هاي الجراف تحديدا تم
تلوين رؤوسها باستخدام 4 ألوان. ولاحظوا أنا واضع هون الجراف نفسها، هاي هي نفس هاي الجراف، ولاحظوا الألوان المستخدم في تلوينها. اللون الأصفر 1 2 3 رؤوس باللون الأصفر، باللون الأخضر أيضا 3 رؤوس، الأزرق رأسين، والأحمر 3 رؤوس. هاي مجموع الرؤوس 11 رأس. لاحظوا ما في رأسين adjacent بيحملوا نفس اللون، وحقيقة هذا بيعني أنه أنا استطعت أني ألونها ب4 ألوان. وبالتالي لهاي الجراف تحديدا كايل جي يساوي 4 8. طبعا هاي ليست بالسهولة إثباتها، لكن يعني هي واحدة من الجرافز المشهورة اللي تم بحث عدد أو الكروماتيك نمبر إلها. المسألة الثانية حقيقة يعني راح أتركها لكم تحاولوا فيها، وهي مسألة تعتمد على متباينة تم دراستها في المحاضرة السابقة. إذا كان عندي الجي هي simple planar graph containing no triangles، بدنا نستخدم الأويلر فورمولا حتى نثبت إنه الجي يحوي a vertex of degree على الأكثر 3. يعني إنه مستحيل يكون الـ vertex degree لجميع الرؤوس أكبر من 3. وطبعا بدنا نستخدم واحدة من المتباينات اللي ذكرناها في المحاضرة الماضية التي تتعلق في الـ simple planar graphs containing no triangles. إن شاء الله بنكمل في المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية.